بالإصالة عن نفسي بالنيابة عن مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، أرحب بكم جميعا السادة الضيوف الكبار أصحاب المكان. كلكم أصحاب مكان لأنكم كلكم ليكم الإسهامات الحقيقية في مسيرة النادي الأهلي طبقا لما يحقق مصالحه وأهدافه. أنا مش يعني لازم أرحب بالسيد نائب رئيس النادي الأهلي الأستاذ محمد الغزاوي، بنفتقد طبعا الكابتن محمود الخطيب، ولكنه يختار بعناية من ينوب عنه. استمعنا إلى كلمته. أرحب بشركة بروميديان تاير، وهنتوقف عندها قليلا بعد أن نرحب بالسيد الأستاذ محمد يحيى والسيد الأستاذ سيف الوزيري رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة. شركائنا في كل خطواتنا في تحقيق أهداف النادي الأهلي. يمكن أنا بالنسبة لي المرة دي الموضوع بيعني أمر خاص شوية، لأن النادي الأهلي لما فكر يعمل شركات لأنشطته المختلفة كان يسعى إلى أن يطبق النموذج العالمي في إدارة الشؤون الرياضية وكرة القدم. فأن أقف أمامكم الآن وأعلن أننا انطلاقا واتساقا مع أهداف النادي الأهلي الكبير نأخذ التكليفات ونأخذ التوجيهات ونسير عليها ونحاول أن نحقق ما فيه المصلحة طبقا للكتالوج الخاص جدا بتاع النادي الأهلي.